تحياتي لكم اخواتي، رب يسعدكم جميعا. معكم مهندس فراس الدرويش من بريمين. اليوم ان شاء الله راح نشرح بعض المعلومات بالنسبة للهندسة البحرية، ان كان من الاكاديمية البحرية ان شاء الله المصرية او اللي تخرج من جامعة تشرين كمهندس بحري، او الجامعات المعترف فيها كان بسوريا او خارج سوريا. طيب اخواتي، مثل ما انتم بتعرفوا انا حاطط فيديو هين قبل هلا، فيديو بيحكي عن تعديل الشهادة الهندسة في ألمانيا بشكل عام والهندسة البحرية طبعا، وفيديو عن الجامعات البحرية. راح أحكي لكم أخواتي بالنسبة للناس اللي ما شافت الفيديوهات السابقة شرح سريع عن الشيء اللي عملته أنا من أول ما أجيت على ألمانيا لحد هلا. طيب أخواتي، أنا بعت الشهادات تبعوتي على التعديل وإجاني اعتراف من اعتراف بالهندسة تبعيتي، واعتراف من نقابة المهندسين بألمانيا، واعتراف من البحرية الألمانية. طبعا اخواتي، طبعا الاعتراف بالنسبة للهندسة البحرية هي شهاداتها لحال مثل ما انتم بتعرفوا، والإدارة البحرية المنظمة البحرية هي الشهادات تبعوتها بالنسبة للدارس بعد المراقب فني اللي هو المهندس الثالث، نحن بنقوله بالعربي الثيرد انجينير. فهي بتبعت له شهادات اخواتي، وهي بتبعت له شهادات. طبعا ما بيعترفوا فيها غير لحتى تبعت لهم الشهادات كامله تبعوتك، يعني لازم تبعت له انت الشهادات البحريه زائد الشهادات اللي اعترفوا لك فيها بنقابه المهندسين. باول الامر اخواتي، انا عدلت الشهاده من النقابه تبع نقابه المهندسين، بعدين بعتها للاداره المنظمه البحريه بالمانيا، واعترفوا لي بكل شهاداتي البحريه. ولكن مثل ما انتم بتعرفوا اخواتي، المراقب فني او المهندس الثالث فينا نقوله، او ثيرد انجينير او تشنشفاخو بتصير بالالماني، هذا اخواتي له كل 4 سنوات المفروض الشخص يجدد، صح؟ فأنا أعطوني إخواتي الاعتراف بالنسبة للمهندس الثالث غير الهندسة البحرية. طبعا الهندسة البحرية هي دائمة مثل ما أنتم بتعرفوا، بكالوريوس كان بألمانيا أو غير ألمانيا. أعطوني اعتراف بالمهندس الثالث فقط للفترة اللي أنا معي فيها لوراء المهندس تاعت. طبعا كل 4 سنين كان باقي لي انا تقريبا محدودة 8 شهور من اول ما دخلت على المانيا. للاسف ما لحقت خلالها 8 شهور انا اصلا حتى اقدم على لغة، لانه الاقامة لحالها طولت بحدود تقريبا السنة وشوي، وتعديل الشهادة طول كمان، وهالقصص هذا. فالمنظمة البحرية اخواتي وقت سألت انا انه كيف فيني ضبط الشهادات وهالامور، هي عطوني حل واحد وقتها، ما عطوني الحل الثاني، اني انا بقدر عدل شهاداتي فقط للمدة اللي مسموح فيها بالشهادات طبعا المهندس الثالث، وبعدين المفروض ارجع انا على مصر لحتى جدد وارجع لهوني وارجع مرة تانية ابعث للمنظمة البحرية. ما عطوني الخيار الثاني. طبعا كان معي 8 شهور، انا خلصت للأسف 8 شهور وما قدرت اعمل شيء، لاني انا حاب ما اشتغل كمهندس بحري، حاب اشتغل كمراقب فني اللي هي المهندس الثالث على الباخرة، لانه رواتبه اعلى وشغله احلى، وبتعرفوا انتم شغل البحر يعني كثير كثير رائع بالنسبه لنا. فالمهم اخواتي، نطرت انا بحدود تقريبا السنتين ما عندي علم انه في خيار اخر للاسف، يعني ضليت قاعد بالبيت عم بعمل دورات بسيطه يعني، بس ما عاد يعني لي نفس كثير اني ادرس اللغه او القصص هي. فبعد فتره بسيطه، بعد سنتين تقريبا، عندي رفقاتي القباطن موجودين بمدينة بريمين، خبرتهم وقدرت أوصلهم، عرفت أنه هن موجودين هون. أنا ما كنت بعرف صراحة أنه موجودين هون وعم يدرسوا هالأمور هي. فهن كانوا سابقيني إخواتي بمرحلة أنه عرفوا الطريق الثاني. الطريق الثاني هو إخواتي أنكم تطالعوا شهادة بكالوريوس ألمانية زائد شهادة مهندس ثالث لنفرض المهندسين ألمانية كمان، أو بالنسبة للقباطنة شهادة بكالوريوس بالملاحة زائد شهادة قبطان. طيب أخواتي، لما بعثت لها نصحوني رفقاتي أني أرجع أنا راسل للمنظمة البحرية بهامبورغ، بعثت لهم أنه أنا حابب أدرس الهندسة كمل، يعني أني صير جدد أنا هون بألمانيا وأني أخذ البكالوريوس الألماني، بصير هذا الشيء؟ فقالت لي نعم بصير،
قلت له تمام شو المطلوب مني، فطلبت كل الشهادات الموجودة معي زائد الخدمات البحرية اللي كانت معي على الباخرة. فأنتم مثل ما بتعرفوا أخواتي على الباخرة احنا بالنسبة للأكاديمية البحرية بمصر بيطلبوا فقط 6 أشهر على الباخرة. هون أخواتي هذا الشيء غير، هون بيطلبوا سنة كاملة على الباخرة، ما بيطلبوا فقط 6 شهور، بيطلبوا سنة كاملة بالنسبة للمهندسين أو للقباطنة. يعني إذا أنت حابب تكمل بالجامعة أنت لازم تكون معك سنة كاملة على الباخرة. طيب أخواتي هلا بالنسبة لي أنا كشخصي كالشهادات اللي معي والأمور هاي واللي بعثت لهم ياهم كلياتهم، أنا انطلب مني إخواتي حاليا 3 دورات لحتى أقدر كمل دراسة بالجامعات اللي راح أخبركم عليها. طبعا أنا اخترت منها بريما هافن، أنا حاطط لكم جامعات البحرية بفيديو لحال تقدروا ترجعوا تشوفوا إخواتي. انطلب مني إخواتي 3 دورات، أول دورة اللي هي الشهادات الحتمية مثل ما بتعرفوا أنتو، طبعا هي تكلفتها أخواتي 790 يورو، تمام. وانطلب مني دورة تانية اسمها ميتال بأرابايتونج، هي دورة مثل دورة معادن أخواتي، بيعلموكم فيها الحام خراطة كذا هالقصصية، طبعا هي الدورة حقها 1500 يورو أخواتي. ودورة ثالثة أخواتي اللي هي ليوم واحد، طبعا هي مثل ما فينا نقول يعني دورة يعني شهادة طبية، تعرفوا أنتوا مثل تأمين صحي يعني بس بحري، غير التأمين. نحن عندنا تأمين صحي هون بألمانيا ولكن هذا تأمين بحري للي بيسافر بالبحر وهالقصصية. أنا اللي كان ناقصني إخواتي دورة هلأ حاليا الأساس هي سفرة بالبحر لمدة 6 شهور لحتى طبق أنا السنة كاملة، زائد إخواتي الميتال بأربايتونج اللي هي دورة المعادن. فأنا إخواتي لحتى سافر بالبحر شو بيطلب مني مثل ما بتعرفوا أنتوا؟ شهادات حتمية وتأمين طبي. فالتأمين الطبي مثل ما قلت لكم بيكلف هذا بحدود تقريبا 100 يورو، فينك تعملوا عند دكاترة مختصين إخواتي بالتأمين البحري، هذا يعني غير التأمين العادي، يعني هذا له دكاترة مختصين موجودين بألمانيا بتقدر تعمل، طبعا كله موجود على الانترنت تقدر تشوفوه وتقدر تعملوه، وبتحجزوا طبعا كله عن حجز موعد. بالنسبة إخواتي لهي الدورات، هي الدورات بالنسبة لأن مثلا نحن كلاجئين هون دولة اللي بتدفع عنا، ولكن بالنسبة للناس اللي برا اللي حابب تجي لهون هي هن بقى بيدفعوها. طيب إخواتي وين فينا نعمل هاي الدورات إخواتي؟ فينا نعملها بمدينة بريمن، في مدينة اسمها جنب بريمن اسمها ألسفليس، وفينا نعمل بمدينة لوبيك، وفينا نعمل بمدينة روستوك بألمانيا هون هي الدورات. طبعا هي الدورات اخواتي مثل ما قلت لكم مدفوعة من الدولة الألمانية، هي اللي بتدفع لي اياها. وحكينا حاليا الجامعة المدارس البحرية حكيناهم فقالوا لنا انه هن اخواتي ما بيقبلوا الجوتشاين هون بمعنى بالنسبة أشرح لكم بالنسبة للناس اللي خارج ألمانيا، اللي هي أوراق بيبعتها الدولة لحتى تعبيها المدرسة وترجع تبعت لهم إياها بعدين بيعطوه مصاري، فما قبلوا المدرسة بهذا الشيء بدورة، وبدورة تانية قبلوا إنه يدفع عن طريق الجوتشاين يعني الأوراق وهالقصص هي، بدهم مصاري كاش هن. فحاليا الدولة إخواتي عم تحاول يعني الجوب سنتر، أنا لما بقول لكم الدولة يعني الجوب سنتر المسؤول عني، عم يحاول يحكي لي مع المدرسة البحرية لحتى يحل لي الموضوع انه يقدروا يحلوه عن طريق الجوتشاين اللي هنو يعبوا لي ورق وهالقصص هي وقديش التكلفة وقديش المدة وهالامور هي ويبعتوها. طيب اخواتي هون راح في معلومة كتير حلوة راح اعطيكم اياها، الجوب سنتر اخواتي او مركز العمل يعني هي المسؤولة عنا احنا حاليا، عم تمشينا امورنا وتمشينا مصارينا وهالامور، المصاري عم تعطينا مصاري كل شهر هالامور هي معونة وهالقصص هي، بيعطيني انا كمهندس بحري لاني بقدر اعمل دورات، بيعطيني بالفار كوستين اللي هي اخواتي تكاليف الطريق شهريا لمدة 500 يورو، يعني ل 500 يورو بيقدر يدفع لي بس فار كوستين، غير طبعا المصاري اللي بتدفع لي اياها بالعاده اللي هي اجار البيت زائد ال 420 يورو اللي بيدفعوا لي اياها كل شهر. وفي عندكم اخواتي كمان بيدفع لكم بالنسبه لهي الدورات بيدفع لكم اياها كامل، وبيدفع لكم اخواتي حق اوتيل بيوصل لل 420 يورو
طبعا هذا كله اخواتي غير المبلغ اللي انا عم قلكم عليه اللي بيعطونا اياه كل شهر، وبيعطونا اخواتي كمان 120 يورو غذاء، لانه انت معنك عم تاكل ببيتك، فبيعطوك 120 يورو. هذا الشيء خارج عن المصاري اللي بيعطوني اياها. طيب اخواتي، اذا خلصت هاي الدورات اخواتي، انا وقتها راح اعمل دوره على الباخره لمده 6 اشهر، وبعد هي بكون هيك كملت انا طبقت كل المتطلبات المطلوبه مني، وقتها بروح بقدر ادرس. طبعا عاطيني هن قايلي لي انه يا بدك تدرس، بدنا نشوف العلامات تبعتك كامله وندرسهم، يا بنعطيك سنه يا اما بنعطيك سنه ونص تقدر تدرسها ببريمهافن، بمدينه بريمهافن لانه خاصه للمهندسين، وبريمن خاصه للقباطنة. طبعا في مدن ثانيه بس عم بحكي لكم عن المدن اللي موجوده انا هلا جنبي. بدرس ببريمهافن بحدود السنه او سنه ونص، وقتها بتخرج معي البكالوريوس الالماني زائد التشنيشه فاخوفيتسير اللي هي المهندس ثالث كمان الماني، وبقدر انا اخواتي هون بالمانيا اقدر جدد بالمانيا، وما بحاجه لاني اطلع او روح او اجي، وكان صارت كل شهاداتي انا المانيه 100%. طيب اخواتي، في ناس، في شاب من اللاذقيه سالني من فتره انه انا دارس بجامعه تشرين وحابب كمل بالهندسه البحريه، شو بتنصحني؟ هون اخواتي، انت لما تروح تعدل الشهادات تبعوتك، كل ما كانت فتره البحر عندك، يعني الفتره اللي اشتغلت فيها على الباخره اعلى اكثر، يعني كل ما كان الشهاده تبعيتك اعلى. مثل ما انتم بتعرفوا اخواتي، المهندس ثالث على الباخره في مهندس ثالث، مهندس ثاني وكبير مهندسين. اذا انت مشتغل 3 سنوات بالبحر، بغض النظر انت مشتغلون مهندس ثالث او مهندس ثاني او كبير مهندسين او طالع عادي، انت اذا مشتغل 3 سنوات اخواتي فبيعطوك مباشره الكبير المهندسين اخواتي هون. هي الحلاوه بالمانيا. طيب اخواتي، بالنسبه هلا الشاب كان عم يحكي لي انه شو الافضل، قلت له انا الافضل انك تروح تسافر 3 سنوات بعدين تعمل المراقب فني وتجي تدرس هون بالمانيا، او اذا بدك اذا بتحب انك تجي بعد 3 سنوات تدرس اذا بدك هون النظامي، يعني تعمل دوره كمراقب فني وتبلش من الاول مشان تقدر تفهم السفن الالمانيه والتطور الموجود بالسفن الالمانيه. بتعرفوا انتم السفن العربيه تبعيتنا يعني بسم الله ما شاء الله. فاخواتي الافضل انك تدرس هون بالمانيا حبايبي، افضل لك مليون مره من انك تدرس بجامعه الاكاديميه البحريه او بجامعه سوريا او بالقصصيه. طيب اخواتي، راح نجاوب حاليا على بعض الاسئله الموجوده عندي هون اخواتي. في شاب كاتب لي انا بدي ادرس قبطان ودرجتي فوق 70% ومعي لغه الماني، كم نسبه انهم يقبلوني؟ النسبه اخواتي هون بالمانيا مشان يكون عندكم علم، في شيء اسمه اوسبيلدونغ وفي شيء اسمه دراسة بالجامعة. الدراسة بالجامعة اخواتي هي غير الاوسبيلدونغ، الاوسبيلدونغ شهادة لحال، اوسبيلدونغ بتتفق مع شركة وانت هون بتشتغل وبنفس الوقت بتقبض مصاري من الشركة، بس هذا الحكي موجود بس للناس اللي بألمانيا، ما بعرف اذا لحد هلا اذا ممكن حدا من خارج المانيا يقدر يعمل اوسبيلدونغ، يعني لازم تكون هون مقيم اخواتي ومعك اقامه لحتى تعمل اوسبيلدونغ. اما الدراسه الجامعيه اخواتي، فينك انت اذا عندك علاماتك تمام، اول شغله بتعمله اخواتي بالنسبه مثلا للشاب هون اللي عم يحكي هون انا درجتي فوق 70%، بتقدر اخواتي تعدل الشهاده البكالوريا تبعيتك، وبعدين بعد التعديل تبعتها للجامعه وتقول لهم انه انا معي مثلا لغه بي اينس، معي يعني بي 1 او بي 2 او سي 1 وبدي ادرس عندكم، هل ممكن ادرس او لا؟ طيب اخواتي، معلومه مهمه بالنسبه للجامعات بالمانيا، الجامعات بالمانيا اخواتي ما تقول والله انا خلص قدمت على جامعه خلاص، لا اخواتي، قدم على الجامعات كلياتها، انت بحق لك تقدم كل سنه، ما في مشكله اخواتي. قدم على الجامعات كلياتها لانه ممكن جامعه تقبلك ممكن جامعه ما تقبلك، يعني حسب 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 وضع الجامعه، حسب باي مدينه، حسب باي هي الامور هي. فانت قدم اخواتي على جميع الجامعات وان شاء الله بتقبلك اي جامعه منهم، واذا قبلتك اي جامعه منهم فانت الربحان باذن الله رب العالمين. فكاتب لي خايف ادرس لغه واتعب وبالاخير ما يصح لي قبول وهالقصص هي. اخواتي اذا بدك تخاف بعمرك ما راح تعمل شيء، ما تخاف، ادرس واتكل على الله وظبط امورك
وامورك باذن الله رب العالمين ان شاء الله بتنحل وبتزبط كل وضعك. ما في انسان يعني صعيد دني نصيب، كل انسان ممكن يخسر ممكن يربح، بس دروس وتعب حالك وبعدين بتشوف لوحدك النتيجه ان شاء الله يا رب. في شاب هون اخواتي كاتب لي اريد ان اسال، انا من المغرب قمت بدراسه معهد صيد بحري ومستواي ضابط ميكانيكي من درجه ثالثه، مده دراسه سنتين، هل يمكن العمل على متن البواخر وهل مكتوب اكمال دراسه بالمانيا؟ يمكنني اكمال دراسه بالمانيا؟ هون اخواتي اول شغله بالنسبه لاي شخص حابب يعرف اذا فينه يدرس او يشتغل بالمانيا لازم يعدل شهاداته. حسب تعديل الشهاده اللي راح يعطوه اياها اخواتي بيعرف هو شو بيقدر يشتغل وشو لانه هون اخواتي في يعني في انواع كتير طبعا، يعني من الشهادات ومن العمل، كان صيد بحري ولا كان قبطان على باخره صغيره ولا كان قبطان على باخره كبيره، ولا يعني في 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 كتير انواع دراسات اخواتي بتقدروا تدرسوها وبتقدروا تشتغلوها. فانت اخواتي ما تفكر، يعني في كتير ناس تفكر انه خلص انا معي شهادة معناتها أنا بقدر أشتغل بسهولة، لا ما في شيء بسهولة إخواتي، كل شيء له شروطهم بألمانيا، إذا حابب تدرس إلك شروط، إذا حابب تشتغل إلك شروط، إذا حابب تطلع سياحة إلك شروط، كل شيء له دروس شروط إخواتي. في شاب سألني هون إخواتي الدراسة بالألمانية ولا بالإنجليزية؟ في بالألمانية، في جامعات إخواتي بالألمانية وفي جامعات بالإنجليزية أو الألمانية، يعني حسب أنت شو بتريد إخواتي، حسب الجامعة، أنت بتقدر تتواصل مع الجامعة وتسألها، في أكثر من جامعة هون بحرية، بتقدر تبعث له إنه هل الدراسة للمهنة الفلانية بالإنجليزي أو بالألماني، هن بكل سهولة بيبعثوا لك إيميل إنه مثلا إنجليزي أو ألماني. عرفت علي كيف؟ فينا تسألهم أكثر من سؤال وبيجاوبوك على كل الأجوبة هون، ما في شيء يعني صعب بإذن الله رب العالمين. أخي هل الجامعات البحرية بتدرس بالإنجليزي والألماني؟ هي نفس السؤال. هل يمكنني أن أدرس الهندسة البحرية في ألمانيا وأنا عندي دبلوم قبطان ميكانيك في المدرسة الملاح البحرية بمغرب؟ ما هي الشروط؟ أرجو الرد. طيب إخواتي بالنسبة ل الهندسة البحرية، الهندسة البحرية اخواتي راح اكتب لكم في الى شروط خاصة صراحة للدراسة، راح احط لكم اياها ان شاء الله بفيديو لحال هذا لانه الى طويلة، راح احط لكم كل المستويات تبعوتها وشو بتطلب وشو الاوراق وشو الدراسات اللي لازم انت تكون دارسها لحتى يقبلوك كمهندس بحري او كدراسة بحرية او هالقصص هي. هلا اخواتي بالنسبة لعنا في ناس عنا بتعرفوا انتم تطلع كادت يعني 3 سنوات 4 سنوات، هذا الشيء ما تفكروا ما بفيد، بفيد للي حابب يدرس يكمل دراسة هون، بما انه انت معك شهادات انك او مكتوب على اهم شيء اخواتي مثل ما انتم بتعرفوا تحطوا الخدمة على الجواز وتحطوا الخدمة عن طريق الورقة قديش انت خدمت السيرفيس، وبنفس الوقت اخواتي يعطوك تقييم انه قديش انت كنت كويس بالبحر وهالقصص هي، هدول ثلاث شغلات هدول كثير مهمات اخواتي مشان هون تقدروا يعترفوا لكم انتم بالخدمات البحريه اللي انتم طلعتوا فيها اخواتي. انا مصري وحاصل على بكالوريوس في النقل البحري وضابط ثاني، هل لما اعمل معادله للشهاده بحتاج ادرس ثاني؟ طبعا اخواتي هون اللي بيعادل الشهاده، طبعا انا محكي لكم اخواتي اللي معادل الشهاده البحريه مثلا كان المصريه او السوريه وحابب يشتغل هون بعد ما تعادل اخواتي، ممكن يقول لك بدك تدرس ممكن حسب نوع الجامعه اللي انت دارس فيها، يا بيعطوك مباشره التعديل الكامل بيقول لك خلص انت فينك تشتغل مباشر، يا اما بيقولوا لك انت لازم ترجع تدرس او هالقصص هي. بتمنى اكون اعطيتكم معلومات كويسه ومعلومات حلوه عن الهندسه البحريه والقباطنه والقصص والملاحه البحريه، اذا عندكم اي استفسار اخواتي بتحطوه تحت بالاسئله تحت هذا الفيديو، وانا ان شاء الله راح اجاوبكم على كل سؤال ان شاء الله، وكل معلومه جديده راح تطلع باذن الله رب العالمين راح اخبر لكم اياها مشان اعطيكم اياها عن طريق الفيديو. لا تنسوا اللايك والشير ومشاركة الفيديو لأصدقائكم لحتى يستفيد الجميع، ما حدا يكون إخواتي بقلبه حسد وجواته أسود إخواتي ما حابب يفيد حدا، كل ما فتوا الناس إخواتي كل ما الله وفقكم ويسر أموركم إخواتي، ما حدا يقول أنا راح أطلع والتاني ما راح، لا إخواتي اطلعوا كلياتكم إخواتي، ما بدي حدا يطلع وما يطلع، كلياتكم زبطوا أموركم وساعدوا بعضكم لحتى نوصل كلياتنا إخواتي. ما بدنا حدا يكون قلبه أسود يكون حقود وما بيريد الخير لحدا، هذا صراحة هذا الشيء بيزعجني أنا أخوات. تحياتي لكم، أخوكم أبو نزار من بريمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا إن شاء الله نوصل ونشتغل بالهندسة البحرية وإن شاء الله منشغلكم كلياتكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.